في عصر باتت تتسابق فيه التطورات التكنولوجية وتتلاحق الاختراعات التقنية، فتحت أبواب مغلقة ووسعت حدود أصبحت بلا حراسة. هذا ما ساهم في ظهور الجرائم الإلكترونية التي انتشرت كثيرا في الأونة الأخيرة، وخاصة بين صفوف الشباب وفئة الطلاب. احنا نتكلم عن التربية والمناهج من ضمن المكونات الأساسية الجوانب القيمية، والجوانب القيمية أي خروج على هذه القيم خروج يعتبر هذا جزء من تعليمنا. فعندما ننظر للجرائم الإلكترونية تعتبر خروج على الأعراف، خروج على القوانين، إذا احنا نحذر منها. يفرض أن موضوع في اللغة العربية، موضوع في التربية الإسلامية، موضوع في حصة الحاسوب، موضوع في الطابور الصباح، فهني يأتي التحذير منها من خلال البرامج والمبادرات. أول شيء من رسم السياسات والقوانين والتشريعات تستلزم وجود قوانين رادعة لإساءة استخدام جرائم الإنترنت، والثاني المبادرات التي تناسب الشباب، فكر الشباب. نحن لما نتكلم عن الوقاية من الجرائم الإلكترونية لا يكفي فقط أن نقول للشباب جرائم الإلكترونية ضارة، ممكن تبدأ التربية من الأسرة، من التعامل مع ضغوط الأقران. لابد من التوعية المستمرة والدائمة بمخاطر هذه الجريمة، فهناك أذى كبير يلحق بالجاني والضحية في هذا النوع من الجرائم، سواء أكانوا أفرادا أو جهات. لذلك تلجأ الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى حماية أنظمتها التقنية بدرجة عالية، كما تلجأ إلى جهات الاختصاص لمعاقبة الجاني وفق القوانين والأنظمة لكل بلد في هذا المضمار. إنه هاي وسائل إلكترونية قد تتيح للفاعل أن يصبح مجرم إلكتروني بالتدخل بشؤون الآخرين، بدخول على حسابات، بالهاكينج، بكذا. في عدة جهات يجب أن تشارك في توعية الشباب أن لا يصبح فاعلا لجريمة وأن لا يكون ضحية لجريمة إلكترونية. التقنية وضعت لخدمة الناس والبشرية، الاستخدام الأمثل لهذه التقنية للخير وليس للشر. مسألة الحماية من هذا الأمر يرجع للشخص مستخدم التقنية نفسه، مع التوعية، مع التبيان مسألة القوانين والعقوبات في مسألة هذا الأمر، ولكن لابد الأخذ بيد الشباب للخروج من هذه مثالب هذه الجريمة ولحمايتهم في الأول والأخير. اليوم تدق نواقيس الخطر في الكثير من المجتمعات تنبهها لخطورة هذه الأشكال من الجرائم بضرورة التوعية الدائمة ووضع القوانين الرادعة، فبضغطة زر واحد قد ترتكب جريمة إلكترونية.